الزمالك على الرجاء 3-1. هننتظر مباراة نهائية مصرية، وده ما بيتكررش كتير، يعني مباراة نهائي الشامبيونز ليج الأفريقي على مستوى يمكن من سنين طويلة أو يمكن ما حصلش على مستوى التاريخ نفسه. لا، بيتكتب تاريخ جديد إن المباراة ما بين فرقتين، الأهلي والزمالك، فرقتين مصريين، وتقام كمان على استاد برج العرب داخل مصر. فدي شايف المباراة دي إزاي بعد ما تحدد إن الزمالك هو يعني الطرف الثاني في النهائي؟ بص يا كابتن، دلوقتي احنا نقول ده شرف للكره المصريه ان خلاص الدوري الافريقي او بطل افريقيا يبقى مصري. صحيح، كل واحد ليه انتمائه، اهلي او زمالك، بس احنا خلاص لازم نستعد لان احنا عندنا حاجه كبيره جدا اللي هو النهائي الافريقي. يعني ايه النهائي الافريقي؟ كل فرقه ليها طموح، وكل فرقه عايزه هو املها الفتره اللي فاتت دي كلها. هنقول النادي الاهلي بقاله سنين كتيرة بيحاول او بيقاتل سبع سنين تقريبا على ودون الجمهور بتاع النادي الاهلي او جمهورنا متعطش جدا 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 للكاس الافريقي. فنفس الكلام نادي الزمالك، نادي الزمالك السنه دي واخد بطولتين، فعنده امل وعنده طموح كبير ان هو يكمل وياخد كاس افريقيا. فهتبقى مباراه صعبه جدا، بس احنا عايزين بس نطلع الجمهور من الشحن ده. خلاص احنا مصر، خلاص كل جمهور بانتمائه، كل فرقه بانتمائها، كل نادي بانتمائه. فاتمنى ان شاء الله تكون مباراه، وانا اتوقع ان هي هتبقى مباراه قويه جدا. الفرقتين دلوقتي في احلى مستوياتهم، الفرقتين دلوقتي خلاص وصلوا فورمه عاليه جدا، بدليل ان هم كسبانين القلعه المغربيه رايح جاي. فده بيدل على ان لعيبه مصر بدات تبقى في الفورمه، بدات تبقى في مستواها العالي. فاتمنى ان شاء الله ان هي تكون مباراه قويه ان شاء الله. وطبعا دي حاجه بقى غصب عننا احنا، ان احنا كاهلاويه بنتمنى. لا ده طبيعي، ده انتماء. انا قبل يعني حتى اثناء المباراه كان يمكن كان الشوط الاولاني خلص بقول 0-0، كنت بتمنى ان الزمالك ان هو يوصل المباراه النهائيه 4-1. يعني الزمالك كسب 4-1، فده يعني احنا حتى قالوا لي على الايربيز الساده معانا على الاربيز قالوا لي 3-1، لكن كان في الفار يعني يتحسب ما يتحسبش. فطبعا 4-1، وطبعا بنقول مبروك اكيد نادي الزمالك. قبل المباراه او اثناء المباراه كنا بنقول المباراه ان شاء الله الفاينل مصري خالص، وانت بايدك في الكلام ده ان تخرج المباراه كمان يمشير في اطار جيد واطار يليق بسمعه مصر والكره المصريه. وزي ما بقول لك ده تاريخ واتكتب، يعني فرقتين من بلد واحده الاهلي والزمالك بيلعبوا داخل مصر على المباراه النهائيه. تفتكر الاستعدادات الفنيه هتتغير شويه، او يمكن التكتيك مستر موسيماني كان ليه رؤيه معينه يعني هيغيرها عشان هيلعب قدام نادي الزمالك، ولا انت شايف ان احنا ماشيين بسيستم واحد وده اللي هيمشي عليه في المباراة النهائية؟ لا، هو المدير الفني بيمشي بسيستم واحد يا كابتن، وما بيغيرش، لان هو ايا كان مين اللي هيبقى موجود، ده هيبقى نهائي افريقي، دي طموح اللعيبة كلها، ده امل الجمهور. فهو مش هيغير، لان السيستم هيمشي زي ما هو، لان دي مباراة نهائية. فهو انا شايف ان هو الفترة اللي فاتت اللعيبة فايقة معاه، شايف الفترة اللي فاتت في انسجام بين اللعيبة، شايف النتائج كويسة جدا معاه. فده مؤشر برضه بيبين ان الدنيا او زي ما احنا كنا بنلعب زمان بنقول ايه، المكسب بيجيب مكسب. صحيح. فهو خلاص هو الدنيا ماشيه كويس معاه. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان يبقى زي ما انت بتقول كده يا كابتن، اهم حاجه المباراه تليق باسم الكره المصريه. صحيح. مش عايزين نرجع بقى للمباراه اللي كانت في هنقول بقى في احدى الدول العربيه ويطلع شكل الكره المصريه وحشه. لا، احنا يا جماعه عايزين نشيل التعصب، احنا من خلال المنبر اهو، او انا يمكن اول مره اجي معاك يا كابتن بقول نشيل التعصب يا جماعه. ده حقيقي. خلاص اهلي او زمالك، اهم حاجه يبقى شكل المصريين بره وفي افريقيا كويس. ده حقيقي. ده مهم جدا زي ما انت بتقول، مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله في النهائي الافريقي 27 نوفمبر تخرج في اطار يليق باسم النادي الاهلي واسم نادي الزمالك وسمعه الكره المصريه على المستوى الفني وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى ايا كان النتيجه. وان شاء الله كلنا يعني انا طبعا وجماهير النادي الاهلي اكيد بتتمنى النادي الاهلي هو اللي يفوز بالبطوله، جماهير الزمالك تتمنى الزمالك للفوز، ده شيء طبيعي. ولكن يبقى ان الكاس الافريقيه ستظل في مصر، وده شيء مهم. كابتن هاني، احنا لسه بنتكلم على المنتخب، ما هي هنا دي بقى. مزبوط. يعني هنا كده انت بتلعب اهلي وزمالك، والكابتن حسام عينيه على كل اللعيبه. طبعا يوقع عليه الاختيار. هل هنا احنا هنبقى يعني لا مش عايزين، احنا عايزين
الرقم واحد بنقول المنتخب، رقم اثنين بنقول النادي اللي انتمائك ليه كل التوفيق ليه. صحيح. سواء هنا او هنا. مظبوط. فاحنا عايزين مباراه ان شاء الله تليق زي ما انت بتقول كده كابتن بالكره المصريه بعيدا عن اي شغب. صحيح. يبقى انا هاكد على دي بقى اهي، بعيدا عن اي شغب، مش عايزين شغب في اي مباراه بين اهلي وزمالك، لان خلاص احنا تعودنا على الكلام ده الفتره اللي فاتت، وشكلنا ككره مصريه بالنسبه لخارج مصر لا يليق. فعايزين تبقى دي بدايه للتنظيم، وبدايه للاخلاقيات، وبدايه للمستوى الفني العالي، ونخلي الكابتن حسام بقى يتفرج على مستوى عالي ويختار بيه المنتخب. وده كل ده في صالح المنتخب، يعني كل ده في صالح المنتخب. وانت في حديثك او في يعني بتسترسل بتقول ان النادي الاهلي دلوقتي في مستويات عاليه جدا، وصل مع موسيماني لشكل كويس في الاداء وشكل كويس في كمان النتائج. تقييمك ايه؟ وانا عارف يمكن قبل الهوا بنتكلم في تقييم